يبدأ شباب أنظة أكادير يومهم عند تسلم المساعدات الغذائية المدعومة من طرف المحسنين والجالية الأنظوية بالخارج والوحدات الصناعية بأنظة المخصصة للمعوزين في زمن الحجر الصحي بترتيبها وتصفيف كل نوع على حدة، ثم يبدأون بعد ذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية ووضعها داخل القفف، وقد يتطلب هذا العمل ساعات طوال. يستأنفون يومهم الثاني بحمل تلك المواد الغذائية في صنادق سياراتهم الخاصة، وعدد آخر من الشباب يتفحص قائمة المستفيدين والمستفيدات من بعض الأرامل والأيتام والمعوزين، ثم بعد ذلك تتجه السيارات إلى تعبئة الوقود والتأكد من سلامة العجلات ونفخها، فيما بعد تتجه تلك السيارات صوب كل أحياء أنظة وأنظة العليا وتدارت، ثم يجرون اتصالا تلو الآخر بالمستفيدات والمستفيدين. تمشيا مع الخطوات اللي خدها جلالة الملك محمد السادس من أجل محاربة جائحة والأجهزة الدولة المغربية، قامت جمعية أنظة الأمواج الزرقاء بتوزيع مجموعة من القفف على الفئات الهشة والفقراء بمنطقة أنظة، وذلك بالتنسيق مع جمعية أمام والدعم ديال المحسنين والمحسنات داخل الوطن وخارج الوطن، ودعم وبعض الوحدات الصناعية، حيث بلغت مجموع القفف الموزعة لحد الآن 356 قفة، والعملية ما زالت مستمرة. وكنشكر المحسنين والمحسنات والجميع اللي دعم هذه المبادرة، وكنقولوا للناس أنهم يبقوا في ديورهم، وكنتمنوا التوفيق للجميع. تتم العملية من الزوال حتى ما بعد العشاء، وتعتبر هذه العملية الثالثة على التوالي التي استفاد منها حوالي 356 مستفيدا ومستفيدة بكل من أنظة وتدارت وأنظة العليا.